اهلا وسهلا، نتعرف على حضرتك. انا احمد عبد النظيم، كليه صيدله جامعه ام اس اي. دكتور احمد، حضرتك اجريت الجزء الخاص بمشروع البحثي الخاص بالتخرج بتاعك في المستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعمليه، فأني وحده؟ في البري كلينيكال ريسيرش لاب في المستشفى البيطريه للقوات المسلحه. ايه اللي عرف حضرتك المستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعمليه بالقوات المسلحه؟ احنا اشتغلت فيه زمايل اصحابنا من السنين اللي قبلنا اشتغلوا هنا، وكان عجبهم الاداء هنا والشغل هنا والامكانيات اللي كانت موجوده في المستشفى هنا. ايه الاجزاء العمليه اللي حضرتك اجرتها بنفسك جوه المستشفى؟ اللي اشتغلنا على البي سي ار تكنيك، وقبل كده طبعا عملنا اندكشن للديزيز على مجموعه من الفئران، وبعد كده بدانا نعمل تريتمنت بتاعهم وقسنا بعض الجينز والماركرز بالبي سي ار. ايه الغرض الاساسي من مشروع التخرج في طلاب المفروض ان هم هيتخرجوا كصيادله؟ ليه بتعملوا مشاريع تخرج اساسا؟ يعني دي حاجه تستفاد بيها قدام، بحيث ان بينا نحضر ماجستير او دكتوراه في حاجات زي كده. دي بتبقى حاجات سيميليشن زي ليها، وبتاهلنا ان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا. احنا بنشكر حضرتك جدا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك المستقبليه باذن الله. ان شاء الله. خالص تحياتي لحضرتك. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك.